أنا حاكم المسلمين أو أنا خادم المدري شنو وأنا يعني فوق الناس وأسحق رؤوس العالم، لا، المسألة بالعكس. المفروض يكون الإنسان يحتذي حذو رسول الله صلى الله عليه وآله. وفعلا الإمام سلام الله عليه بالأخير يعني ما تركوه شأنه، وإنما تسل إليه السم في أحداث غامضة، ما عنده الأحداث يعني واضحة، بس قطعا الإمام سلام الله عليه حسب الروايات وحسب ما نطق به الأئمة أكيد تسلوا إليه السم ليتخلصوا منه. بس أكو رواية مؤثرة كانت، هذه أثرت في قلب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أبو جعفر المنصور على الدمانيقي، أوعز إلى واليه في المدينة، قال له تروح لبيت الإمام وتحرق البيت. عجيب، قال له تخلي نار بالبيت تحرق البيت، الله يا غريب يعني. زين، شوف هذا الحقد إلى أي درجة يصل. الإمام كان يصلي بأبي وأمي، لابس هاي الثواب البيضاء، وجابوا الحطب وأشعلوا النار، ودخلت قليل من النار إلى البيت. فمن دخلت هذه النار إلى البيت قاموا الأطفال يعني يتصارخون وأصوات النساء. فعندما انفلت الإمام من صلاته عندما أكمل بهدوء أقام يعني ويطفئ النيران، أطفال الإمام سلام الله عليه وسكتهم يعني. الخبر انتشر بالمدينة، انتشر بالمدينة، أصحاب الإمام الخلص أقبلوا إليه، يبدون يشوفوا يعني يعزون الإمام هذا الخطب يعني. شافوا الإمام متألم كثيرا، واحد من أصحاب الإمام قال له يا ابن رسول الله يعني هاي مو أول مرة بالنسبة لكم، مسألة طبيعية. قال يا فلان، عندما رأيت النيران تشتعل ورأيت الأطفال يتصارخون ورأيت النساء يتراكضن في البيت تذكرت خيار أبي عبد الله الحسين، تذكرت ذلك المنظر المؤلم، تذكرت كيف أن الخيار اشتعلت فيه النيران، وكيف أن الأطفال يتراكضون ومنهم من سحق تحت أرجل الخيل، وتذكرت زينب عمتي زينب بأبي وأمي تنتقل من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، فأصابتني العبرة يفتر عن خوات حسين من خيام لعب خيام ينخل، وين راح وين ما ظل بالكفر شيما Yeah.
اللهم كن وليك الحب بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نكمل العزاء إن شاء الله تعالى. الله يجزيك.